بفاملي اليوم رح نحكي عن أغلى ما عنا أطفالنا، وتحديداً بالمرحلة التأسيسية بحياتهم، أول كم سنة من عمرهم اللي يمكن الجزء الأكبر منها بيقضوه بدور الحضانات. شو معايير السلامة بالحضانات؟ وهون عم نحكي السلامة الجسدية والسلامة النفسية. تفاصيل أكثر حول هالموضوع مع ضيفتنا، برحب بالست هانا جوجو. أهلا وسهلا فيك ست هانا، شرفتينا مرة جديدة. حضرتك نائبة أصحاب دور الحضانات بلبنان. بدنا نبدأ مع سؤال عام عن دور الحضانات بلبنان، المعايير المطلوبة أو الشروط المطلوبة حتى يقدروا يحصلوا على ترخيص من وزارة الصحة، شو بيتطلب؟ هلأ وزارة الصحة طبعاً عاملة شروط، عاملة سيستام مشان نفتح حضانة، لأنه نحن عم نستقبل جروب، مش عم نستقبل طفل بيبي سيتينج، لحتى تكون تفاصيلنا شوي فلو. لحتى اقدر افتح حضانه بدي اتبع هذه الشروط. جروب بمعنى مجموعه من الاشخاص اللي راح يديروا هالدار الحضانه، مجموعه من الاشخاص اللي حتديروا، مجموعه من الاطفال اللي هي موجوده. نعم. يعني هذا الاكيب كله هو مجموعه بدي احافظ عليها. سو حطت لنا وزاره الصحه شروط كيف بدي افتح هاي الحضانه وكيف بدي استثمر داخل هذه الحضانه بدون ما يصير معي حوادث، ولحافظ على سلامه الموظفين بالحضانه وسلامه الاطفال اكيد، اللي هي نحن بنعتبر البرايورتي هي سلامه الاطفال، لموظفين الإدارة. نعم. دايماً بيكون في هرم، الطفل هو بيكون دايماً على رأس هذا الهرم. نعم. سو مشان نتبع هذه الشروط أكيد وزارة الصحة عملتنا يوم بطريقة كتير دقيقة، عطيتنا مرسوم ومفصلتنا إياه بشروط. أوكي، أول شيء المساحة لازم تكون مش أقل من 200 متر كاري، بيكون في أسباس، ودايماً بيعطوا حسب المتراج قدي بحق لي أخذ أولاد بهذه. نعم. الحضانة يعني لها المسيحة كم ولد مسموح؟ صحيح. كحد أقصى. صحيح. هلأ بيقولوا متر كاري واحد للطفل من عدا المساحات المشتركة، يعني الملاعب، الحمامات، مكان الطعام، مكان تحضير الطعام، هدول ما بينحسبوا بالمساحة. نعم. سو في كتير ناس بيصير في عندهم ميس كونسبشن، او مش معقول 200 متر مربع تحمل 200 ولد. ما هي لانه بدك تكوني عم تركزي على الغرف اللي بتستوعب الاطفال. نعم. الغرف منهم بننطلق قديش عدد الاطفال اللي بتكون موجوده. نعم. يعني لازم تستوعب على الحضانه. بالنسبه للمبنى او البناء والتجهيزات، هون بدنا نفكر كمان بهالتجهيزات كيف ممكن تحمي الاولاد، ونحن كيف ممكن نحمي اولادنا من هالتجهيزات. صحيح. هلا اكيد من وقت ما بلشوا الحضانات بلبنان، يلي هو مش من زمان كثير بلش هالتطور للحضانات، كان بالاول على نطاق كثير صغير، حتى المراسيم ما كانت كثير متطوره وكثير مفصله، صاروا اصحاب الحضانه هن يفكروا مثل بتعرفي ترايل اند ايرور، يعني. نعم. الحاجه ام الاختراع، اذا صار معنا حادث لا سمح الله بدنا نحمي حالنا من او نحمي الطفل حتى ما يصير معه حادث ضمن الحضانه. فالشروط ما كانت موسعه بهالشكل اللي هلا هي موسعه فيه، كان في عبء اكثر على اصحاب الحضانه. هلا بيقولوا لك الارض لازم تكون لدنه، يعني بمعنى الطفل اذا وقع عليها ما يقع على بيتون او ما يقع على زفت او ما يقع على بلاط، يقع على مواد من الفينيل السميك لحتى تحميه قد ما بنقدر. الزوايا تكون مبرومه، يعني ما بتقدر الطاوله تكون راس الى يعني هذه امور بسيطه كلنا بنفكر فيها ببيوتنا، حتى كلنا بنفكر فيها بس صغار. بعض الاحيان الواحد بيغفل، يعني مش ممكن هالاشياء تكون خيار لهم بالحضانه. اكيد مش خيار، مشان هيك المرسوم عم بتحط شغلات بيسك بس بشروط عم ترجع بتزيدها شوي لحتى تحمي الطفل اكثر. مثلا الكهرباء على الواطي، بتقولي انه طب انا كيف بدي احط لهم راديو، كيف بدي ادور راديو ما في عندي بريز، بعليه. هدول كنا نحكي فيهم إذا بدي أقول لك من 5 سنين، من 6 سنين، كانوا هن كتير المهم أني ضوي عليهم. هلأ عم ضوي على شغلات تانية، عم ضوي أنه الطفل لازم يشرب مي نظيفة، لازم يأكل أكل نظيف، لازم يكون المكان اللي عم بحط إيدي عليها يكون معقم، لازم تكون عم ترجع لورا نظيفة. يعني يعني أنت بتقولي عم ترجعي لورا بس صار في كثافة بالحضانات. نعم. صار في جراثيم خارجية عم ننقلها للداخل، يعني عم تحكي عن التطور والأفكار الجديدة عم بيحاولوا ينفذوها عنها، وبنفس الوقت عم نرجع لهالأمور البسيطة هي البديهية مش مفروض تكون تحصيل حاصل. صحيح. إذا كنت أنا كحضانة عم بفرض على الأهل وعم بفرض على نفسي، وحسب ما قايل لي المرسوم إنه ما استقبل
مستقبل الطفل المريض. يعني أنا ما عم فوت جراثيم على الحضانة، فإذا أنا صار معي إنه طفل مرض عندي أو كان حامل جراثيم أو معلمة حاملة جراثيم، أوكي، المفروض إني أنا دائما عقم هالمكان، دائما نظف هالمكان لحتى خفف قد ما بقدر جرمز انتشار أو نقل هالأمراض، لأنه بالجروب تنتشر أسرع ما يكون الطفل عايش لحاله بالبيت. وهلأ صار عندك المولات، صار عندك البلاينج أريا، صار عندك البلاي ديت، ما كانت موجودة هاي كتير من قبل، كانوا الأولاد محصورين أكتر بقلب بيوتهم ومع أخواتهم، يعني صاروا متعايشين مع الجرمز الفاميليير تبعولهم هني. هلأ صار في اختلاط أكتر، فبصير الكونسبت انه لانه عم يروح على الحضانة عم بيمرض، هو لا، صار الولد اكسبوزد اكثر، عم بيظهر اكثر، عم بفوت مولات اكثر، اسانسورات اكثر، البوليسيون برا، يعني التلوث برا الخارجي عم بياثر كثير. فانا علي كصاحبه حضانه موجوده بهذا المطرح ارجع لشيء اللي حضرتك قلتي لقبل، كثف التعقيم وكثف التنظيف لاقدر اعمل بروتكشن اكثر وقايه اكثر. نعم، هي هذا اللي خلينا نرجع شوي لورا. بدنا نحكي عن سلامة الغذاء وكمان موضوع التعقيم، موضوع أمراض الأطفال أو أمراض المعلمات ومواضيع غيره، ولكن بدنا نتوقف قبل للحظات. نرجع لحديثنا بفاملي مع نائبة أصحاب دور الحضانات بلبنان السيدة هانا جوجو. ستة هانا، كنا عم نحكي قبل الوقفة عن أهمية التعقيم بدور الحضانات. صحيح. بلبنان. صحيح. تعقيم الأمراض وتعقيم المناطق اللي بناكل فيها، اللي كل المكان موجود بها الحضانة، التعقيم وعلاقته بسلامة الغذاء. هلا بما انه عم نحكي تعقيم وجراثيم ونقل امراض وعدوى، اكيد اكيد الغذاء اللي عم بفوت على جسمنا لازم يكون غذاء سليم، لازم يكون كتير مدروس، محضر بطريقه كتير نظيفه، اللي عم بيشتغل لازم يكون هو مستوفي الشروط، يعني هو منه مريض، هو لابس كفوف، الاواني اللي عم بيشتغل فيها لازم تكون كتير نظيفه، المطرح لازم يكون يعني ايبر سوبر نظيف اكثر من البيت. مين اللي مفروض يحضر الاكل بدور الحضانات؟ هون في بعض حضانات هن بيحضروا الطعام عندهم بالقلب الحضانه، وهذا الشيء اللي انا عم بحكي عنه، انه الكوك الطباخ، يعني في شخص وظيفته انه يحضر الاكل او المعلمات اللي بيهتموا بالتمييز اللي بيحضروا أكيد الاكل. اكيد لا، بده يكون في شخص مخصص لهذا الشيء، لانه ما فيها الحاضنه هي تكون عم تهتم بالولاد وتطبخ، هي منا الام اللي عم تهتم بابنها وهي عم تطبخ، هون في مسؤوليه اخرى، وبعدين في كميه من الطعام عم تنطبخ. اوكي، عندك هذا الشيء يلي الطعام يحضر في الحضانه، وهون عم بيكون شوي عليه رقابه اكثر من الطعام يلي عم بيجي من البيت، عم بيجي اكيد كثير نظيف وطازه وكثير منيح ومحطوط بعلب مخصص على هذا الشيء، بس هون دور الحضانه انه تعرف كيف تبرد هذا الطعام، تخزنه، تحفظه لوقت أكله اللي بده يرجع يتسخن، ولما بده يتسخن هون بهالفترة القصيرة عم بيسمحوا انه تتراكم الجراثيم. اول شيء البكتيريا بدها تزيد اذا ما محطوط بمحل طبعا مع تمبراتور مضبوطة لتحفظه، بذات الوقت اذا كان في صلصة حمراء محطوط بألومنيوم محطوط ببلاستيك، هدول شغلات بتقولي بديهية بس عم بتصير. اوكي، لما بنرجع بعدين لنسخن الاكل، تسخين الأكل كمان في إله معلمية، أنه ما بقدر سخن بنفس الأواني اللي بسخن فيها هالأكلة أرجع سخن فيها أكلة تانية. نعم. أول شيء الولد بصير بيكره الطعمة. نعم. ببطل يأكل وبنقل. ستانا بعتذر، بدي أقطعك للحظات عن نقل مباشر، وبتأمل أنه نرجع لحديثنا.